كاميرا كيعيطوا على الفونسو وكاين اللي ما كيرضاش وكيعيط ليا بالنمره ديال الماتريك ديالي 7777 سير سب الحيطان ديال القشره 7777 سير لدار نجو ديال فلان صب الليل. قدمنا مسرحية مهمة سرية هي من تأليف الأستاذ أحمد كارس، طبعا لنا الشرف بأن نشارك في هذا المهرجان الناجح، المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بطنجة. هذا المهرجان عندي مع واحد العلاقة وطيدة، علاقة قرابة، بحيث أنني حضرت لولادة هذا المهرجان منذ ولادته إلى أن أصبح يافعاً. 12 سنة أتمنى أن أشارك إلى حتى الدورة 50 إن شاء الله. شكراً. خاصة أنا قضية وطنية، خاصنا نحميو الوطن. نحميو الوطن. واش أنت ما عارفش بلي نحنا في مهمة سرية؟ خاصك تعرف بلي تراك محظوظ. كانت هذه هي المشاركة الثالثة على التوالي في الفيتوت. أول حاجة كنبغي نشكر لجنة التنظيم اللي على رأسها السيد طاهر القر، اللي تبارك الله ديما كيعطيونا صورة جميلة على المهرجان أونيفو تنظيم أونيفو أمبيونس. بالنسبة لهذا العام كانت المشاركة ديالي بدور الماريشال ديدي في مسرحية مهمة سرية، اللي كان هو واحد الماريشال خائن للبلاد ومخبي ومهم الجندي اللي كيطيع الاوامر ديالو اللي سميتو الفونسو. يعني ديما كان كيقول لي راه حنا في مهمه سريه حنا كذا، ولكن في الحقيقه هو كان هربان من العداله، هربان بحكم الاعدام. باقي على قلم ماريشيل. فاش كنا كندخلو الكانتينا كنلقاو الطوابع ونشرب. كنا مماريشات كنبقاو نشربو حتى ما كنبقاو نكرطفو حتى لشي شاب. المول ديالي هو اللي كان الفونسون، اللي هو واحد الجندي بحال قلتي جندي محقور في الاول، ولكن بعد غيكتشف بلي الماريشال راه ديجا عنده سوابق مع الـ مع الـ مع الحكومه، وديجا محكوم عليه هو هارب، وانا برك كامر فيا وانا كنخدم فيا وانا كنصب ليه وكنطيب ليه. في الاخر غنكتشف بلي راه هو الماريشال وغنضطر نقتلو بطبيعه الحال، حقاش انا بريء. وانا غير ديما كيوهمني بواحد المهمه سريه اللي هو العنوان ديال المسرحيه اللي هو مهمه سريه. ماذا لو كنت عبدا خاضعا لجميع اوامرك؟ هل تجعل مني حارسا حريصا وامينا على اسرارك؟ اخاف منك واخاف عليك، طباخا لموائدك، احرم نفسي من اجل ملذاتك، ماسحا لأحديتك، مؤنسا لوحدتك، بهلوانا أهني وأرقص من أجل راحتك. تساؤلات تؤرقني تخنقني تحرقني، أسأل ولا أسأل. أنا الذي اخترت الضعف أم الضعف الذي اختارني؟ أعيش أمني النفس للغد، غدا للحق تظهر الأنوار، غدا تتحرر الأفكار، غدا تهد الأسوار، غدا تنكشف الأسرار. عش أمني النفس وطال في الغد الانتظار. وهذه هي حكاية الجندي الفونسو، هذه هي حكايتي أنا والماريشال.